اهلا وسهلا فيكم، اسمي عبد الله مازن الشريد، تخصص التصوير السينمائي في جامعه نيويورك في المكاديمي. انا ركان الجبر في لوس انجلوس، ادرس في نيويورك في المكاديمي التصوير والانتاج. طارق الفرويلي، ماجستير انتاج الافلام في نيويورك في المكاديمي. في اخر سنه لي في الجامعه كان في مؤتمر التعليم العالي برعايه الملك عبد الله، دخلت في قسم الافلام الوثائقيه. المفاجاه كانت اني فزت بالمركز الاول. هذا الشيء خلاني اتحمس اني اواصل دراستي في الماجستير في الشيء اللي انا فعلا ارغب فيه واحبه. وانا صغير مع عائلتي كنا نتفرج على الافلام القديمه التراثيه شويه، وكانت كانت جمعه عائليه حلوه، ومنها خلتني احب الفيلم والحق الحلم اللي انا فيه الحين. انا احب الافلام يعني من وانا صغير، وانا حاب انتج فيلم. فلما جينا هنا بهوليوود صرنا نكتشف الاسرار، صرنا نتعلم، صرنا نعرف، يعني كل يوم اقول واو يعني تعلمت شيء جديد. يعني اكثر ما عجبني في نيويورك في المكاديمي هو اني امارس كل شيء اتعلمه، اخذ كلاس في الاضاءه على طول في الاستديوهات حقت الاضاءه، نطبق اللي اخذناه. ابدا ما اتعلم شيء مجرد التعلم واني بس اقراه واني ما استفيد منه. يعني من اول ايام تبدا تشتغل تصور، تبدا تشتغل تنتج فيلمك، من اول اسبوع يصير عندك اول فيلم لك. عندنا في كل شهر ولا شهرين برنامج، نصور مشروع جديد، ننتج مشروع، نكتب سكريبتس، كل الاشياء اللي حنسويها في الاندستري هذه. وجودي في لوس انجلوس قاعد يخدم تخصصي كثير. انا قاعد في ما بين يونيفرسال ستوديوز، ما بين هوليوود، ما بين وارنر براذرز. في اشياء كثير ما شفتها لسه، ما تنعد ولا تحصى. ليه لوس انجلوس، هوليوود، أنا بالنسبة لي طبعاً أشوفه أحسن مكان بالعالم. أنا جداً متفائل في كل يوم أروح فيه للمدرسة إني قاعد أتعلم أكثر، ومتفائل جداً في إني إن شاء الله أول ما أتخرج من الجامعة راح أكون بإذن الله بمستوى السينمائيين الكبار اللي قاعد نشوفه في الساحة الآن. ودي أرجع السعودية وأفتح مجال الأفلام للسعوديين، للكتاب، للمخرجين، للمنتجين. ممكن أطلع أشياء مثلاً فعلا تبين الجانب الجيد، جانب البطولات اللي عندنا فيلم سينمائي. هذا احد اهداف المستقبل، واتمنى ان اقدر اسويه ان شاء الله. اتمنى من كل شخص عنده شغف او هوايه انه يجي ويتعلم تصوير سينمائي من المكان اللي ينبع منه التصوير السينمائي. اذا انت تحب الافلام، هذا المكان اللي راح تعيش في حياتك. اقوم افلام، احلم حتى احلامي بالليل افلام كلها، يعني فيلم في فيلم.